طاهر يقولوا صابر بنيوتي، ولو سألته يرد عليه ويقول في قوت الناس قوتي. بدأ حياته من الورش لحد ما اتعلم حاجة، بقى هو دلوقتي صاحبها. مصاحبها في الأصل خواج، فاتح في قلبه سبيل للناس، رزق ومحبة وعمال. ورشته خرج منها شباب بخبرة رجال، عارفينه هما وعارفهم، وقال يعلمهم فنه. واللي بيعمل خير في الناس الناس بتتكلم عنه. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا استاذه. انت اشهر من نار على العالم. لا لا بالعكس، اشهر واحد في الظاهر. الاستاذه رشا. وافيد واحد في الظاهر. ربنا يخليك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. تكون بخير. هذه بقى هي الورشه الشهيره. هذه ورشتي الجميله. ورشتك الجميله فعلا. بالظبط. في حته حلوه كده جنب عماره قديمه وجميل. حضرتك اصلا صابر بنيوتي ولا صابر؟ أنا اسمي الحقيقي صابر عطية منير. عشت الأساس. ربنا يخليك. موضوع بقى صابر بنيوتي ده اسم شهرتي نسبة للخواجة بنيوتي باسيروكس اللي هو صاحب الورشة، هو اللي علمني، هو اللي رباني، هو اللي اهتم بيا، هو اللي أنا خدت اسمه. الموضوع قصة كبيرة بقى كده يعني، مش عايز أدوش بيها يعني. لا بالعكس، أنا جاي أدوش بيها. أنت خدت اسمه وخدت ورشته. أه بالظبط. إيه اللي حصل؟ أنا جيت الورشة هنا وأنا صغير، وكنت لسه في مدرسه صنايع. مين اللي جابك؟ يعني اللي جابني كشاف النور. كشاف النور؟ كشاف النور اللي بيكشف على العدادات ده وبيبقى معاه قلم كوبيا. أي. كان صاحب والدي. ووالدي كفيف ضرير النظر. فجي والدي فبيقول للكشاف النور دوت، بيقول له ما تعرفش ورشه كده صابر ابني دخل مدرسه صنايع كهرباء وتخصص كهرباء موتورات يتمرن فيها؟ فقال له اه ماشي مفيش مشاكل، ده في ورشه بعدي عليها. بص القصه جت منين؟ ورشه بعدي عليها بتاعه خواجه يوناني، هكلمه ولو كان كده يروح يتمرن ويتعلم فيها. بالفعل الكشاف دوت كان اسمه عم عادل، كلم الخواجه بتاع صاحب الورشه بنيوتي وقال له في ولد صغير عايز يجي يتعلم كهرباء واسمه صابر. قصه كبيره. دارت الايام ولفت الايام وبقيت من صبي مساعد صنايع صغير، صنايع كبير، لغايه لما بقيت صاحب المكان. حبك الخواجه بقى؟ لا، هي كلمه حبك دي صغيره. هو التفسير هو عشقني، هو حبني جدا. عم صابر ما كانش ليه ولاد هو؟ كان ليه ابن واحد بس وفي اليونان، بس انا كنت ابنه هنا. بعد ما هو توفى كان سايب وصيه يمكن ما حدش كتير من شغالين معايا كمان يعني رويتها يعني. كان ساب وصيه، الوصيه بتقول تقول ورشتي ورشتي الى ابني وتلميذي ولصابر ابني، وانتقلت ساعتها من صنايعي لصاحب الورشه. لصاحب الورشه ازاي؟ ما اعرفش. هل الطريقه اللي الورشه دي قالت فيها ليك سبب الاسباب ان انت مصر على مساعده الناس ونشر المعلومات؟ الحقيقه ايوه. ازاي؟ مجانا اخذتم، مجانا تعطوا. يعني ايه؟ يعني انا اتعلمت بالمجان، ما اتعلمتش الكهرباء بس، ده انا اتعلمت مع الكهرباء شويه قيم كده وحاجات كده ما كنتش عارفها، كنت صغير ما كنتش عارف ان الحاجات دي كانت بتدس فيا وكنت بتعلمها من الخواجات. من الخواجه كان بيعلمني ايه؟ محبه، الاحترام، سلوكيات، طول اناه، انك تطول بالك على الناس الكبيره، صبر، ما تبخلش بمعلومه على حد. الحاجات دي كلها اتعلمتها وانا ما كنتش عارف انها اتعلمتها. اكتشفت انها اتعلمتها امتى؟ لما كبرت. صحيح. طب ما هي ربايه الولاد كده يعني، احنا بنقعد نربي عيالنا نربي عيالنا مش هتكتشف، ونقعد نقول ايه ما يعرفوش حاجه، بعدين يروحوا عند ناس تلاقي تليفون جالك، اما متربي، اما مهذب، اما بيقول شكرا، اما بيشيل طبقه وتفرح. عرفها ليه من الحاجات دي وهو كبير يعني؟ ازاي طلعت؟ عشان هو وهو صغير اتربى على كده. في الحقيقه الخواجه رباني على الحاجات دي كلها. لما جه شباب وعلمتهم ما كنتش خايف ان ده ياخد رزقي، بالعكس ده رزقي ما زادش ضعف اتنين تلاته، لا ده رزقي بسم الله ما شاء الله زاد اضعاف واضعاف.
العمل الخير والعمل الخدمي، بسميه العمل الخدمي، كبر جدا وابتدى يثمر. يعني حتى الناس اللي عندنا اللي احنا كنا بندربهم او الدفعات اللي هي اتخرجت ابتدت دلوقتي ما بقوش متدربين، بقوا ايه؟ مدرسين. بقوا مدربين وبقوا مدرسين. الثمار دي كلها بتلف بتلف وبتعود مش ليا. صحيح. بتعود للي علمني. صحيح. وبتعود للي علم اللي هو علمني. القيم دي كلها احنا بنوصلها ومش بنهاب ان احنا نخاف معلومه يعني عن حد. يعني ما تخافش ان حد انت علمته وياخد زبون من عندك. أبداً. ياخد حاجه. النقطه دي بعيده خالص عن الموضوع ده. مين اللي بيقدم لحضرتك نقد علشان بتعلم الناس؟ من اهل بيتك مثلا؟ لا، اهل بيتي ما لهمش علاقه. مراتك ما تقولكش يا صابر ما تعلمش الناس عشان لا لا, لا بالعكس، دي مراتي مشجعه وحابه الموضوع ده جدا وفرحانه ان جوزها يعني بقى ليه اسم او الناس بتقدره او طبعاً. بتحترمه لدرجة ان انا ممكن اكون ماشي وانا بتسوق في مول او في اسواق في شوارع وحد يقول يا باشمهندس او يا عم صابر ان انا شفتك او انا متابع ليك. الحاجات دي كلها بتفرحني، ما بتخليش اتضايق. يا عم صابر، انا وانا بحضر الحلقه شفت الفيديوهات بتاعتك على الانترنت. دي فيديوهات صغيره خالص. بس انا اتبسطت قوي. ليه؟ حسيت عارف لما وانت في المدرسه في مدرس عايز يعلمك هتتعلم الاربع حاجات اللي هتبوظ في الكتل. ايه الثابته؟ إيه مش عارفه ايه الثابته؟ القاعده الثابته، القاعده الثابته، القاعده المتحركه، والكابل، والمفتاح. والمفتاح الله يفتح عليك. ليه حفظتهم؟ عشان كررتهم انت. ها ايه هم؟ فانا لقيت نفسي بكرر ورا حضرتك. لا بالظبط. حضرتك مشهور هنا في الظاهر بس، يعني بتقولي وانا في مول، في بره حتى الظاهر؟ بعد ما احنا عملنا القناه بتاعتنا، طبعا احنا عملناها في الجائحه بتاعت الكورونا، بيجي لنا شباب هنا يتمرنوا من كل المحافظات، يعني مش عايز اسمي كل المحافظات. معقوله؟ معقوله جدا، هنشوف كمان شويه ونقابل حد منهم. بيجي لنا الشباب يتعلموا، بيتعلموا مش اونلاين، بيتعلموا هنا. ساعه الكورونا زودنا بقى الجرعه بتاعت القناه بتاعتنا. احنا عندنا قناه على اليوتيوب زي ما انت قلتي، قناتنا هي باسم صابر بنيوتي، وكمان عندنا تيك توك. يعني بس التيك توك بنحط فيه فيديوهات صغيره زي ما انت شفتيها، لو اللي هي التصليحات السريعه. لما بيجي لنا الشباب احنا بندربهم اول حاجه زي الفيديوهات، اول حاجه. ايوه. اول حاجه بندربهم على جرأة التعامل مع الجهاز. جرأة التعامل يعني ما يخافش، ما يخافش، ما تتخضش، ما تخافش. اذا انت بتتعلم على جهاز متاح ليك ارسم، ولا غلط الكلام؟ اكتب، صور، صور، سجل كل معلومه انت بتفكها، علشان دي مش هتساعدني، هتساعدك انت تاني. بنعمل كمان في الفيديوهات بتاعتنا فيديوهات مثلا عن المكنسه، ازاي تخلي المكنسه تعيش اكتر، فيها شفط قوي. أيوة. المكنسه اللي هي تشد السجاده، مش تشد شويه لب كده ووش سلاني. لا لا لا، النهارده لما تفتح المكنسه لو حد بس غشيم شويه شد الكيس كده تتقطم البلاستيك. الصناعه مش عندنا بس، الصناعه في كل الدول اتغيرت خالص. انا بتجيلي كبه او عجانه بتاعت زمان من ايام الماما والحاجات. أيوة الناس طبعا. القديمه دي كده ببص الاقي ماسك معده كبيره او كمان تقيله. شفت المروحه المصانع؟ عارفه المصانع الحربيه؟ مصنع 45 حربي، المروحه تفضل شغاله ده تشغل شغاله اسبوع ما يحصلهاش حاجه. فين الثقل ده؟ الثقل ده اللي هو يعني حوالي 10 كيلو او 12 كيلو. فين الثقل ده من مروحه دلوقتي بنشيلها كده بايدينا او حاجه كده بسيطه؟ لا، هي الصناعه اتغيرت، بالتالي الصيانه اتغيرت. فصيانه القديم حاجه وصيانة الجديد حاجة تانية. لكن حضرتك واكبت وتطورت. احنا عشان عصرت الحاجات اللي هي القديمة دي كلها. عندك كام سنة يا عم صابر؟ لا انا مش كبير قوي يعني. انت شكلك صغير. ازاي توعى يعني على خواجة؟ يعني حاسة ان الأجانب مشوا من زمان. أنا مولود 68، عندي تقريبا 54 سنة. لسه صغير جدا. عندي 54 يعني سنة. يعني مش مفروض توعى على حد خواجة أصلا. ما عمريش كنت في يوم من الأيام أتوقع إن أنا هكون فني أو 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 أو, أو, أو مهندس أو ان انا غاوي الحاجات دي كلها. امال دخلت صنايع في الاصل ليه؟ ما انت اكيد كنت غاوي. انا ما دخلتش الاول زراعه، انا في الاول كنت داخل عشان ما كانش عندي مجموع كويس، دخلت صنايع قسم كهرباء. يعني انت اللي نقيت؟ انا نقيت صنايع قسم كهرباء، ودخلت تخصص الات اللي هي الاجهزه. ماشي. والموتورات. بعد كده جبت مجموع كويس، ريحت شويه، دخلت بعد كده ثانوي عام منازل. دخلت ثانوي عام منازل. الثانويه العامه من المنزل. المنازل. بعد كده شويه على فكره الحاجات دي كلها اللي كان بيدفع لي مصاريفها الخواج. كان الخواج.
الله يرحمه. ومصاريف الجامعة كان سبب؟ أنت دخلت الجامعة بعد كده؟ دخلت كلية الزراعة. الزراعة؟ اه. ليه مش الهندسة بقى؟ ما فيش مجموعة، ده دخلت كمان كلية الزراعة، دخلتها منازل يعني. دخلت زراعة منازل؟ دخلت زراعة منازل. طب وتتعلم ازاي؟ ما كنت بروح يوم الجمعة بس. كنت بروح يوم الجمعة بس وبنمتحن في أوقات معينة. بعد ما دخلت بس ما يعني زراعة دي يعني مذاكر. طب ايه اللي خلاك تخش الجامعة تاني ما دام أنت شاطر؟ كان نفسي يبقى اسمي يتحط عليه مهندس صالح. عم صابر أنت عندك ولاد يا عم صابر؟ اه أنا عندي ولد وبنت. بيشتغلوا ايه؟ بنتي في كلية تجارة اسمها يوستينا. هي أصغر من ابني الكبير فادي، وفادي موجود معايا هنا، هو بكالوريوس حاسب آلي. بكالوريوس حاسب آلي آه. وبيحب الحاجات الأجهزة وكده برضه؟ بحبها، بس هو متفوق عندي في حاجات تانية. يعني أنا متفوق في الموتورات، لكن فادي أشطر في الفيديو. فادي أشطر في الأجهزة. الأجهزة اللي هي الحديثة أنا طبعا حضرتها برضه، بس فادي اتعلمها وهو صغير غير أنا اتعلمتها على كبر. على كبر. على كبر. الأجهزة الحديثة اللي هي زي الإيه؟ زي المايكرويف، مايكروويف، زي التوسترات والعجانات والاجهزه اللي هي فيها كنترول شويه وفيها بورده، فالحاجات دي متفوق فيها فادي عندي. فاحنا بنكمل بعض. انا مبسوط ان ابنك حسس ان هو كده. لسه كنت هقول لك الاستمراريه دي، وان هو كمان شاطر في الحاجه اللي انت مش يعني مش حاسس ان الدايره، انت راجل بتاع دواير بقى، مش حاسس ان الدايره كملت كده. لا انا مبسوط قوي ان الدايره هي اساسها او اساس الحلقه هي العمل الخدمي. يعني انا بقول ان الدائره بتكمل بالعمل الخدمي. طول ما احنا بنعمل عمل خدمي هيفضل ابني يعمل عمل خدمي بقى ويعلم ولاده. ايوه. هتعرفني يا عم صابر على الورشه بتاعتك؟ دي مجموعه كبيره قوي. طب انا عايزه اتعرف. تعرفي على الاشخاص ولا كل حاجه؟ اتفرجني كده وتعرفني فلان وفلان، احب كده اشوف. طيب. علامه. خدي بالك بقى وانت ماشيه في الورشه اوعي تلمسي حاجه. ما المشي حاجه. اه يلا اتفضلي. حي الظاهر واحد من أقدم وأعرق أحياء القاهرة، أخذ اسمه من الظاهر بيبرس سلطان مصر والشام. من معالم الظاهر المعمارية قصر السكاكين اللي بيجمع بين فن المعمار الإيطالي وبيضم تماثيل ونقوش وزخارف بتعود للعصور اليونانية والرومانية والقبطية. ومن أهم شوارع الحي شارع الجيش وشارع أحمد سعيد، ده غير أهم شارعين تجاريين في القاهرة كلها، شارع بورسعيد وشارع الفجال. ومن بداية الأربعينات في القرن الماضي وما بعدها تم تصوير مباني الظاهر السكنية وشوارعها وأهويها وشققها كمواقع تصوير في مئات المشاهد من الأفلام المصرية، عشان المعمار الخاص جدا بالمنطقة. يمكن أشهرها الفيلم الجميل أم العروسة وفي بيتنا رجل اللي تصوروا في شارع المهراني. احنا دلوقتي داخل ورشتك الجميله. صحيح. اشرح لي كده الاول كل حاجه بيحصل فيها. ايه ده البنك ده؟ احنا بنشتغل على البنك الاساسي، في بنك بقى الفرعي صغير بره، بنك شمال وبنك يمين، بيشتغل عليه الشباب المراوح والخلاطات. كم عامل تقريبا موجودين؟ اللي عندي فيه معظمهم شباب صغيرين، وفي بقى اللي بيجي بيتدرب في الفتره الصيفيه، ومفيش غير واحد بس شغال معايا اللي هو عم حربي. عم حربي قديم هنا؟ عم حربي قبل مني في الورشه، المفروض ان هو كمان القصه بتاعي. كان الاسطى بتاعك. بس هو ما كانش بيستمر وكان بيشتغل شويه بتزوغ يا عم حربي. بالظبط كده. بس انت بقى عالم من ايام الخواجه. الخواجه بقى نيوتش. كان بالزبط. هو برضو معاك. ايوه. دلوقتي بيشتغل مع عم صابر. دلوقتي بيشتغل مع عم صابر. الله ميرسي يا عم حربي. ربنا يحبب الناس كلها فيك. ربنا يخليك. دي بقى ده البنك بتاعنا الاساسي. ها. دي مكنه اللف. لف الموتور؟ بس استني هنعمل بس هنلف عليها دلوقتي لما نمشي مع بعض. حاضر. هنا دوت في السكات كده بتاعت مواتير اجزاء من مواتير الترمبات. احنا عشان احنا بنشتغل في ترمبات الميه. ترمبات الميه. ترمبات ميه. وترمبات الغاطس، الغاطس اللي هي بتبقى في البيارات. أيوة. بتاعت الاعماق. دي عندنا مواتير يعني حاجه تقطع غير منها. ساعات بيجي الترمبه بايظه، الموتور بايظ، الملف. وجوه في حاجات تانية بتاعت المراوح والخلاطات، بس زحمه جوه شويه بلاش. خلينا هنا. بتقولي هتعلمني الف الموتور ده؟ دي استنى انت هتلف كام لفه؟ معرفش. هنعد لازم؟ لازم بالعدد. الملف دوت العدد بتاعه او الخطوه بتاعته اسمها 6 8 10 12.
احنا دلوقتي لفينا خطوه 6، كل حاجه برقم. دي 10؟ لا دي 6، دي 8، انت هتلف فيها، هنلف هنا 20 لفه. 20 لفه. 20 وبعدين 20 وبعدين 20. ده ابنك يا عم صابر؟ فادي. انت كنت متدرب اصلا في الورشه هنا؟ انا اعتبر متربي في الورشه. انا كنت بخلص المدرسه وكنت باجي وبشتغل مع ابويا هنا. كان بدايتها كنت بشتغل في البيت، كان الخلاط بتاع امي كان باظ، قلت احاول اصلحه، بوظت اكتر. خلاط امي باظ؟ اه. لا. قلت لها مش هدي لابويا انا اللي هعمله، جيت اعمله باظ مني اكتر. طبعا ما هو قاعد يقول لك ما تهبش تفك، ما تهبش تفك. اه بس كنت لسه صغير، انا كان ساعتها عندي بتاع ممكن 12 سنه او 14 سنه، كان في السن ده. كنت بخلص المدرسه وكنت باجي، بعد كده دخلت الثانوي، بخلص بروح المدرسه ارجع الورشه. انت رحت الجامعه معلومات تقنيه؟ دخلت النظم ومعلومات. نظم ومعلومات، بكالوريوس نظم ومعلومات. تقول ايه نصايح لست البيت ان احنا ما نخربش الاجهزه بتاعتنا، ما نبوظش، اللي بيستعمل الجهاز ما يبوظوش؟ مثلا لو مروحه على بورده بريموت يجوا يشيل الفيشه مره واحده، تقوم المروحه البورده تتقطع. وشد الفيشه دي حركه بتنرفز جوزي قوي، يشدوا من السلك مش من اللقمه يبوظوا. لا، واي واحد المروحه بتاعته باظت ولا الخلاط يروح قاطع لك الايه؟ الفيشه. ليه بتطح؟ ما لازم تتكشف عليها الاول، ممكن ما يكونش عيب الفيشه. طب والمايكرويف نحافظ عليه ازاي؟ يعني في ناس بتحط مثلا حاجات جوه تطلع مثلا بعد ما تخلص بتطلع البخار بتاعها. مثلا زي حلة مثلا الصينيه بتاعت المكرونه البشاميل. ما ينفعش تدخل معدن اصلا جوه الميكرويف. لا ما ينفعش. في ناس بتعمل بشاميل في حاجات بتبقى زي صواني كده الدخله بتخش الميكرويف عادي. مش عارف اسمها ايه. فايركس حاجات زي كده بيطلع بخار، وبعد ما يخلصوا بيقوم ماشي كده بيمسح منها كده بس. انا عايز اسالك سؤال بالنسبه للتعليم، انت حاسس ان انت اتعلمت كويس، ولا حاسس ان انت من غير الممارسه هنا في الورشه كنت هيبقى التعليم النظري بتاعك ناقص؟ انا اتعلمت كويس لدرجه ان انا بتعلم الناس اللي بتيجي. لا منين؟ من الجامعه ولا من الورشه؟ لا انا ما اتعلمتش من الجامعه، انا الورشه انا عايش فيها، لكن انا تعليمي حاجه ثانيه، نظم معلومات، اي تي، كمبيوتر، برمجه، الكلام ده، لكن انا الورشه بتاعتنا هنا انا متعلم فيها كل حاجه. وانت بتدرب ان المتدربين برضو اللي بيجوا؟ في ناس ما بتدخلش على حد بمعلومه. يعني انت بعد عمر طويل ان شاء الله لو انت ماسك الورشه هتبقى زي باباك كده وفاتح كده سبيل المعلومات ده، ولا هتمسك؟ لا بنعلم بنعلم. صح كده؟ صح. احنا كمان ساعات بيجي لنا اجهزه من بره، يعني من قريب جالنا في عميل كان عنده موتور في السعوديه، هو شحنه ما اعرفش شحنه ازاي، جابه لي لغايه هنا. جيت من السعوديه يصلحه هنا؟ من السعوديه. تقريبا في السعوديه ما بيصلحوش الحاجات دي او بيسيبوها او كده، وهو كان متكيف قوي ان عم صابر هو اللي صلح لي الموتور ده. صلحت له الموتور وما كنتش اعرف، بعد كده قال لي تصدق بالله، قلت له قال لي الموتور ده جاي لك من السعوديه عشان تصلحه، بس بكون فرحان قوي. وبيجي لنا ناس بقى من الكويت، من العراق، من فلسطين، بيجوا يقضي معانا يوم يومين ثلاثه واسبوع ويتعلموا او يتدربوا ويمشوا تاني. معقوله؟ صدقيني. وايه رايك في الحي؟ حي الظاهر حي من ارقى الاحياء. ليه حي الظاهر من ارقى الاحياء؟ لعده اسباب. زمان حي الظاهر ما كانوش سكنه كله مصريين ولا العرب، لا. حي الظاهر زمان كان سكنه ارمن ويهود ويونانيين. في كذا معبد يهودي هنا. كتير. وتلاقي جنسيات مختلفة. طب الكلام ده كان زمان، طب الموجودين هنا مش هم، اللي موجودين هم زيي اللي هم عاشروا الجيل السالف. فتلاقي حتى اللي عاشر الجيل السالف فكره قريب. محبة كده مفيش. فكره قريب. فتلاقي فيه تيكيت، تلاقي فيه ذوق في التعامل. حي جميل جدا، حتى ما زال عندنا هنا التدريب بنتعامل مع المتدربين بكل شياكة، كل احترام، كل أدب. بكل ذوق، والمتدرب بيبقى عايز يعني عايز يجيب لي اي حاجه ويهديها لي. بس ده وقتك انت ما بتاخدش مقابل مادي من ده، ما تحسش ان ده يقلل رزقك؟ بص، بدل ما تقضي الوقت ده تشتغل في حاجه تجيب لك فلوس. الحقيقه انا فعلا بشتغل في حاجه تجيب فلوس. التدريب نظامه ايه؟ انا اللي حضرتك لفيتيه ده دلوقتي الملفات دي بالفعل ملفات حقيقيه، يعني ده مش تمثيل، دي ملفات حقيقيه وهتنزل في الملفات. قصدك ان ده التدريب شغل اللي بيفيد الورشه برضه؟ بالظبط. طب ايه اللي انت جبته جديد يا عم صابر؟ اللي جبته جديد اني انا وانا شغال بالفعل للموتور بتاع مثلا الفلان، بدل ما انا بشتغل فيه وبخبي المعلومه دي، لا بفتح الطريق ده اقف ويفضل يبص عليا وانا بلف وانا بسقط، المره الجايه هو اللي بيلفني، المره اللي بعديها هو اللي بيقطع لي الورق، المره الثالثه هو اللي بيفك الموتور، الموتور بتاع عمير. مش انا شاري موتور عشان اعلمه عليه، انا فعلا استفدت زي ما انت بتقول. صحيح. لا انا بعلمه في الحاجه اللي هي بشتغل فيها. طيب ازاي المتدرب بيتعلم الشغل دوت؟ طب انت النهارده بتعلمه على موتور،
البنك ده احنا حاطينه، ده بنسميه بنك شغل الورشه يعني، او كلام الورشه، صيغه الورشه، بنسميه البنك بتاع رزق ربنا يعني. ده بنك ربنا. بنك ربنا. البنك دوت اللي بيرزقنا بيه ربنا احنا بنعلم عليه. ربنا رزقني بمروحه بعلم على المروحه، ربنا رزقني النهارده بموتور ميه بعلم على موتور ميه. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. يا سلام يا عم صابر وفادي، والله اتبسطت قوي معاك. تعالى بقى، عشت يا عم صابر وعاشت ورشتك الجميله. ربنا الناس خليك. تجي لك وتعلم ناس كتيره. اهم حاجه تكوني اتبسطتي. اتبسطت جدا جدا جدا. احنا بنسعى ان احنا يكون عندنا شباب تاني متدربين عشان يبتدي سلسله التدريب، تبتدي تستمر ما توقفش. عشان كده انا عايز على طول تدريب شباب، تدريب شباب. الشباب اللي حضرتك بتدربهم اللي هم دلوقتي بيدربوا ناس، ما بتروحش تزورهم؟ ما بيستعينوش بيك لما تقف قصادهم مكنه كده غلسه؟ اه بيبعتوا بقى ايه؟ بيبعتوا صور على الواتس. واخر مره في اتنين اشتركوا مع بعض في حته اسمها عنتره غرب في الاسماعيليه. فتحوا ورشه، واحد اسمه هشام واحد اسمه صلاح، اتفقوا مع بعض ان هم الاثنين يفتحوا ورشه. طبعا فتحوا ورشه، الاثنين كانوا اتدربوا عندي هنا. بعدين لسه من حوالي 10 ايام بعتوا لي هديه كبيره، خدي بالك من الحته ديت، فيها كرتونه مانجا. عشان اسماعيليه؟ اه بس الفكره بقى مش في كرتونه المانجا، مش في كرتونه المانجا، الفكره ثمار المانجا اللي جوه هي عباره عن ايه؟ مش مانجا، هي مانجا. مانجا. بس هي تعني ايه؟ صفاء، يعني كل مانجا او كل ثمره بتعني معنى. الصفاء هو عايز يقول لي انا بحبك. كتر خيرك. عايز اقول لي انا بحبك، مش في حكايه المانجا. انا بحبك صفاء، طولة بال، طول انا، يعني شكر وعرفان للجميل. الكلام ده كله اللي انا قريته او حسيته في الثمار وفي عينيهم. فبكون فرحان قوي. وكمان طعمها حلو. طبعا طعمها حلو. عشان تفتكرنا بقى، احنا عندنا زميلتنا ساره دايما بترسم بورتريت فضال يسار للضيوف بتوعنا عشان يفتكرونا. دي صورتي. لا مش يا ساره. دي صورتي وبرنامج حكاوي القهاوي. حكاوي القهاوي. شعر ابيض مش عاجبك. انا بشكركم. عايز جراي ان. لا كويس. لا لا مش جراي كده، كويس الوايت حلو قوي. أنا بشكركم وبشكر دي هدية بتاعتي. صح. هعلقها هنا؟ هتعلقها. وحاجة جميلة جدا. في ناس بتجري على رغيفها، وناس بتقعد على القهوة، وناس زمانها مخوفة، وناس بتكبر على سهو، واللي بيسعى بيتراضى علشان بياخد بالأسباب، واللي بيفتح باب للناس بيتفتح له مليون باب. مصر دايما ولادة وفيها بركة وخير وشباب، ومش ناقصهم غير فرصة ياخدوها من أول مرة. والمصري لو حب الصنعة هيشرفك جوه وبره.